حبيباتي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وان شاء الله في صحه جيده. اليوم غادي نقدم معكم غراتان ديال بطاطا والدجاج، ومن الداخل ديالو كيجي فيه شرموله. المهم كيجي زوين ورائع وسهل في التحضير ديالو. المهم كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم وتبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كيفاش كيتحضر. عندي هنايا في المقادير بطاطا نقطع على هذا الشكل، هذا تجي رقيقه. عندي انا هنايا 4 ديال الحبات متوسطين. عندي هنايا الصدر ديال الدجاج مقطعاه طريفات صغارين. عندي هنايا بصله مشلضه مقطعه على هذا الشكل هذا مربع صغير، وفلفله. وعندي هنايا الفقايع او الشامبينيون الابيض مقطع على هذا الشكل هذا. وعندي الفخوماج المحكوك. وعندي هنايا قزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال المليحه، معلقه صغيره ديال الفلفل الحمراء، ومعلقه ديال الابزار، وراس معلقه صغيره ديال الخرقوم. وعندي هنايا اللاطه ديالي ديال الفران، درت فيها البابيل ديال الفرن. ودابا غادي نبدا في طريقه التحضير، خليكم معايا. كما كتشوفوا حبيباتي انا غادي ناخذ الفخوماج ديالي دابا وغادي نوزعو على اللاطه ديالي مزيان بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. وضروري ديروا البابيل في اللاطه ديالكم باش ما تلصق لكمش البطاطا والفخوماج. المهم غادي نمشي بهذه الطريقه هكا، وغادي نبدا نستف البطاطا ديالي على هاد الطريقه. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح، وكنظن ان الفيديو شارح راسو. هانتوما كتشوفوا معايا بعد ما استفت البطاطا ديالي كلها في اللاطا على هاد الشكل هذا، وغادي ناخذ الفرماج وغادي ندردرو من فوق منو فوق البطاطا ديالي. ودابا غادي نحشيها في الفران، الفران تكون شاعلينو ويكون سخون، وغادي نخليها حتى يذوب الفرماج وطيب ليا البطاطا ونخرجها. دابا غادي ندوز نصوب الحشوة ديالي. من بعد ما درت البطاطا ديالي الفران غندير هنايا البصيلة ديالي وفلفلة. نتشحروا مزيان، غادي نخليهم يتشحروا، غادي نديرو شويه ديال المليحه، بعد ما تشحرات ليا البصله غادي ندير الدجاج. تقدروا تعوضوه بالكفته الا ما كانش الصدر ديال الدجاج، حتى بالكفته كيجي زوين. وغادي ندير العطريه ديالي، غادي ندير واحد العطريه ديالي، غادي ندير واحد شويه ديال لاصوص مطيشه، وغادي نكمل حتى يطيب ليا الدجاج ديالي وطيب شرموله. هانتوما حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الشرموله ديالي، كتجي ناشفه من بعد ما طاب ليا الدجاج حيدتها على البوطه. دابا غادي نحتفظ بها في واحد الطبيسيل، وغادي ناخذ عندي هنايا لي زيبيناغ غادي نديرهم يتشحروا
مع جوج فصوص ديال الثومه، ومن بعد عاد غادي ندوز نشحر الفقايع ديالي. كما كتشوفوا دابا درت حيدت الدجاج ديالي ودرت في نفس المقله درتها رديت. غادي نضيف لهم واحد شويه ديال المليحه، وغادي ندير لهم الثومه، غادي نخليهم يتشحروا ليا مزيان. من غادي يتشحروا مزيان ويتسهدوا ليا ديك الساعات ان شاء الله غادي نرجع لكم. ها انتما حبيباتي، هذا هو اللي زدت انا بنيت شحرته مزيان، راه كيطلق الماء بزاف، يعني اكيد خصكم بعد ما يتشحر لكم ويطيب تصفيوه. ودابا غادي نخلطو مع الفرماج وغادي نخليه نحطو سخون، يعني باش داك الفرماج يذوب، وغادي نخليه من بعد حتى هو ونرجع ليه. هاد الكراتان فيه بزاف ديال المراحل. دابا غادي ندوز نشحر الفقايع ديالي، غناخد في نفس المقلة وهنايا غادي ندير الفقايا ديالي. غادي ندير لهم شويه ديال المليحه وغادي نخليهم يتشحروا حتى هما راهم كيطلقوا الماء بزايد بحال لي زيبان. داك الشيء علاش خصكم تجهدوا عليهم البوطه باش دغيا يتشحر لكم وما يطلقوا لكم شي الماء بزاف وما يبغيوش شي ينشف من داك الماء. غادي نخلي الفقايع ديالي يتشحروا وان شاء الله نرجعوا نهائيات. هانتوما حبيباتي كما كتشوفوا هنايا درت الفقايا غير بوحديتهم، ما درت معاهم لا زيت لا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا شحال ديال الماء، يعني خصكم ضروري تكونوا مجهدين البوطه باش ينشف دغيا، لاننا نقصوا البوطه محدو كيطيب وهو كيطلق الماء. كما كتشوفوا حبيباتي من بعد ما ساليت كلشي، هذه هي البطاطا ديالي منين طابت كتجي بحال هكا، ها تيجي غزال غزال. هذا هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب، وهادو لي زيبيناخ مع الفخوماج، وهنايا الفقايع. غادي ناخد لي زيبيناخ ديالي غادي نديرهم نغطيهم، غادي ناخذ الفقايه ديالي. راه ملي كتخليهم يتشحروا كتجهدوا البوطه راهم تينشفوا نهائيا من الماء، ما تيبقاش فيهم الماء. بعد غادي ناخذ الدجاج، نعجن البيض وصافي. غادي ناخد الفخوماج ديالي وغادي نديرو من الفوق بهاد الطريقة، غادي نبدا نجمع
الطريقة. عمرتها مزيان حتى انا عطيتها من الوسط. المهم شفت بحال ما هكا. ودابا غادي ندخلها للفران يدوب ليا الفرماج اللي في الوسط، وان شاء الله غادي نخرجها ونوريها لكم. هذه هي الريزلت النهائي ديال الكراتان ديالي، كيجي رائع. رولو ديال البطاطا معمر، كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو شاركوا معايا في القناة وديروا لايك وخليوا لي الكومنتيرات الزوينة ديالكم، وان شاء الله الفيديو جديدة ان شاء الله بإذن الله.